حياكم الله من جديد. ينضم إلي الدكتور أمل العبد الجبار، المدير العام لقطاع البحوث والتعليم والابتكار بهيئة التراث بوزارة الثقافة. حياك الله دكتورة. الله يحييك، أهلا وسهلا. أنت للتو خرجتي من ندوة حوارية بعنوان مواجهة تحديات الغزو الفكري والرسائل المدمرة التي تستهدف الأطفال والمراهقين، ودي تكلمينا عن أبرز النقاط التي ناقشتموها في هذه الندوة الحوارية. أكيد تناقشنا في أكثر من شيء، بس أبرز ما خطر في بالي هو السايبر بولينج أو التنمر السبراني، وكمان تكلموا عن الـ AI أو الذكاء الاصطناعي واستخدامات الأطفال له في المدارس، وتكلموا عن safeguarding أو الحماية من ناحية حماية الأطفال بشكل عام، من ناحية صحية جسدية أو نفسية أو كمان physical، وكمان عن الحماية بالنسبة للمدرسين أو قطاع المعلمين كمان. وش كانت أبرز الآليات والأدوات الفعالة لمواجهة مثل هذه التحديات، سواء التنمر أو أيضا التحديات للمعلمين؟ و هو يعني الفكره يتكلموا عنها انها يعني مجال هوليستيك او شامل، في شموليه كامله، ويعني بمعنى انه مسؤوليه ليست مسؤوليه المدرسه فقط، مسؤوليه الاهل، مسؤوليه الوعي كمان بالنسبه للاطفال، توعيتهم، ومسؤوليه المدارس كمان بشكل ثاني، وكل شخص له دور، هو المجتمع كامل له دور في حمايه الطفل في هذا من هذه التحديات او من هذه زي ما تقول العواصف يعني الفكريه. فمن الاشياء اللي تكلموا عنها باشياء مختلفه، من ناحيه مثلا منع الاطفال من الاجهزه او منع الأوقات المعينة للأطفال. أنت مع الرأي اللي يقول نمنع أطفالنا من الأجهزة؟ أنا ماني مع أنه نمنع تماماً، لا، يعني هذه أشياء موجودة وحيكبرون وحتكون موجودة لهم، يعني شئنا ما بينا، يعني رضينا أو ما رضينا وشئنا أو ما بينا. واللي جات في بالي مقولة علي عليه السلام أنه ربوا أبنائكم، لا تربوا أبنائكم كما ربوكم آباءكم، فهم خلقوا لي، يعني ماني متأكدة من المقولة، لوقتهم أو لجيلهم، لوقت هذا. فيعني لازم نحط في الاعتبار أنه إحنا كمان، يعني مو بس إحنا نربي، إحنا نتربى من الأطفال، فلازم إحنا كمان نتعلم ونقوي معرفتنا في التكنولوجيز اللي موجودة الآن، وكرييت الوعي هذا للأطفال، نخلق هذا الوعي، وكمان نبني لهم الجذور أو نعلمهم كيف يبنون جذور في بلدهم، في ثقافتهم، في دينهم. هذه تقوي الطفل، تبني له حاجز أو زي حماية ذاتية يقدر يواجه فيها أي تحدي. كون أنك أنت تكون فخور ورافع رأسك في ثقافتك وعلمك ودينك، ما في أي شيء يقدر يهاجمك. دكتورة أمل، شكرا جزيلا. شكرا لك.